هذه صدقه ومزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لليوم 30 انطلق حملة التعقيم في ولاية المنيعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبسبب هؤلاء الأبطال الذين تصدوا لهذا الوباء بفضل الله سبحانه وتعالى سينظفون البلاد، وأجرهم على الله، فمن شاء أن يشاركهم أو أن يدعمهم فعليه ذلك ويجب عليه ذلك، لأنها بمثابة الحرب، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. في هذا اليوم المبارك ستنطلق هذه القافلة بإذن الله سبحانه وتعالى، قافلة المنيعة بقيادة السيد كمال البرني، كذلك انطلقت بفضل الله سبحانه وتعالى قافلة التعقيم والتنظيف والتنظيم في حدس القارة بقيادة الطبيب الدكتور براهمي، وكذلكم هي نقطة المراقبة في ولاية المنيعة في المدخل الشمالي لمدينة المنيعة بقيادة السيد جبور، جزى الله الجميع خيرا، وجزى المشاركين وخصوصا حملة البارحة اللي هي حملة الفلاحين. ونتمنى من الجميع الدعم والمساندة والمؤازرة، لأنها كما قلنا بمثابة حرب، فمن تخلى عنها فإنه فار من الزحف، فعلى الجميع أن يتجند بكلمة رجل واحد. وهذه المناسبة كذلك رجال الحماية المدنية الأبطال الأشوس الذين أدوا ما عليهم وقاموا بدورهم، ونشكر السلطات الأمنية الأسلاك المشتركة على ما قاموا به وما أدوه. فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى ولم نصب إلى اليوم بشيء يعكر صفو البلد، فلله المنة والفضل. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجزائريين، ونتمنى لكم السلامة. فقل خيرا أو اصمت، شكرا لكم، جزاكم الله خير. طبعا في هذه الساعة المتأخرة من الليل يقوم فريق تعقيم الوقاية بتعقيم مستشفى العقيد محمد شعباني لأي تدخلات. حفظ الله البلاد والعباد من كل مكروه. طبعا تبقى هذه التدخلات يعني لفريق خاص من الفريق الكلي للتعقيم والوقاية في التدخلات العاجلة، كما اليوم يعني يقوم في ساعة متأخرة من الليل بتعقيم مستشفى العقيد محمد شعباني في حالة يعني وجود أي. طبعا بعد يعني مرور شهر من حملة التعقيم ولازالت يعني النشاط متواصل، وحاليا متواجدون بالعيادة الجوارية الواقعة بحي الماضي بالقصر القديم، متواصلون بإذن الله السميع العليم في عملية التعقيم التي تستمر إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المرضى ويشفيهم ويرحم موت فيروس كورونا وجميع المسلمين، اللهم آمين. رسول الله، نشكر الرجال الواقفون للتعقيم ببلدية ولاية المنيعة، وهم واقفون على تعقيم كل الأماكن العمومية والأماكن الخاصة من قطاع الصحة، الأسواق، البريد، نشكرهم الشكر الجزيل، ربي يعاونهم ويكونوا إن شاء الله هذه ليد في ليد، إن شاء الله نطلبوا من الناس كاع تعاونهم، إن شاء الله اللي عنده حاجة يعاونها به تاع مواد جهاز ذاك تاع التعقيم، بارك الله فيك، وكل الناس نطلب ونرجو من سكان ولاية المنيعة وخاصة الأمهات والآباء يشدوا أولادهم الصغار، يشوفوهم يطلبوهم في الليل ويقعدوا شوية في الشارع ويقعدوا مع الأمن والدار، وهذا لازم يشدوا في أولادهم، يخافوا ربما ينتشر مرض كورونا في المنيعة، يسمي راها المنيعة رايحة تكمل. بارك الله فيك. ما دام يشدوا أولادكم كل واحد يشد ولاده الحجر. الحجر الأساسي يدير الحجر في دار الأولاد ويشدهم، يعلم شوية دراسة، قراية، قرآن، هذا بين كل واحد يشد دارو، اليوم راه الحال راه يخوف، اليوم راه عندكم حتى الغردية، هو اللي راه الغردية سمي حد منها، هذا بين السوق راه